ازيكم؟ ايه الاخبار؟ انا اسمي شيف اوزو، والنهارده هنعمل مع بعض اسهل طريقه رز معمر هنستخدم فيها لبن دومتي. في الطاجن بتاعنا اللي هنعمل فيه الرز معمر، نجيب شويه سمنه او زبده فلاحي على حسب المتوفر، هنمسح الارضيه بتاعته، هننزل الرز بتاعنا. المقادير احنا بنحط رز قد اللبن، وبعد كده بنحط نص الكمية دي مية. يعني لو استخدمنا كوباية رز هنستخدم كوباية لبن ونص كوباية مية. يفضل نستخدم مرقة لو في مرقة فراخ او مرقة لحمة جاهزة، لو ما كانش ممكن نسيح مكعب في شوية مية. وبعد كده هنستخدم لبن دومتي كامل الدسم. وهنحط المرقة اللي هي نص كمية اللبن والرز بتوعنا. بعد كده هنحط من على الوش شوية من القشطة بتاعتنا. دلوقتي هي جاهزة انها تخش الفرن، هندخلها على فرن عالي شوية على 180، ونكون مشغلين الشوايه. في ناس بتحب ان هي تديها وش الاول وبعدين تنزلها في الدور اللي تحت تسوي، انا هحطها في النص على طول، مشغل الشوايه وحاطط الفرن على 180 لمده نص ساعه. طبعا عيننا عليها عشان في افران بتبقى اقوى من الثانيه عشان ما تفرش او ما تطلعش بره الطبق، بس هي في خلال نص ساعه هتكون استوت. اخذت الوش اللي احنا عايزينه، وهنديها رشة صغيرة بقدونس مفروم.